أمريكية مطلعة على الام تي في، إدارة بايدن تستعد لتسليم ملف لبنان لفرنسا. تقرير ألان درغام. بالنسبة إلى المتابعين في واشنطن، الرد الأمريكي على هجوم إربيل يعيد إلى ذاكرة البعض ضعف إدارة أوباما في منطقة الشرق الأوسط، والتي جعلت من إيران دولة مهيمنة ومزعزعة للاستقرار. وفي حين تدرس الإدارة الجديدة سياساتها في المنطقة وكيفية التعامل مع الملف الإيراني في المستقبل القريب، تمتحن طهران الخطوط الحمر وصبر صانع القرار لهذه الإدارة الديمقراطية التي تميل أكثر إلى استعمال دبلوماسية رقيقة بعكس كل السياسات التي اعتمدها دونالد ترامب في السنوات الأربع الأخيرة. أما بالنسبة إلى لبنان وملف تشكيل الحكومة الذي ما زال عالقا حتى هذه الساعة، فمصادر أمريكية مطلعة أكدت للإم تي في أن المؤشرات تميل إلى أن يسلم هذا الملف للفرنسيين في الوقت القريب. نحن نعلم أن الإدارة الأمريكية تريد أن تناقش هذه الملفات مع الحلفاء في المنطقة، الحلفاء في الخليج العربي وأيضا إسرائيل، ولكن أعتقد أنه ضمن العلاقات الشخصية التي تجمع وزير الخارجية أنتوني بلينكين مع الرئيس ماكرون والمسؤولين الفرنسيين، ولكن أيضا روب مالي وفيل جوردن كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية، وطبعا هنالك أولوية للاستقرار عند هذه الإدارة الجديدة. هي لا تريد أن تقارع إيران من النافذة اللبنانية أو من خلال حزب الله، فأعتقد أن الإدارة، إدارة الرئيس بايدن، ستصطف خلف المبادرة الفرنسية بما يتعلق بتشكيل الحكومة في لبنان. رغم أن العقد داخلية هذه المرة بسبب دخول لبنان مرحلة الانتخابات الرئاسية عام 2022، عكس ما يشاع، تقلبت السياسات الخارجية بين إدارة جمهورية وإدارة ديمقراطية، ولكن الأهداف الأمريكية هي ذاتها في لبنان مع دعم بايدن للمبادرة الفرنسية التي فشلت حتى أن تحقق أي مكاسب إيجابية للبلاد. إذا الولايات المتحدة قررت وضع الملف اللبناني مع فرنسا، فلن يكون نهاية العالم. على يقين أن الرئيس ماكرون يريد الأفضل للبنان من قلبه، ويود أن يرى لبنان دولة مستقلة ومزدهرة. ولكي ينجح ذلك، على ماكرون أن يواصل سياسة الضغط على السياسيين اللبنانيين لضمان تشكيل حكومة مسؤولة، وهذا الأمر سينجح فقط إذا أكملت إدارة بايدن بالضغط على إيران، وهذا شيء أساسي للداخل اللبناني. لا ننسى أن المشكلة اللبنانية متعلقة بإيران، فإذا الضغوط القاسية على إيران ولبنان ستؤدي إلى نتيجة. هي مسألة وقت فقط حتى تظهر بوضوح سياسات البيت الأبيض في الشرق الأوسط وما يخص لبنان تحديدا، بينما يحاول الرئيس عون وفريقه السياسي أن يستفيدا من الوقت الضائع، محاولين التوصل إلى تسوية جديدة مع القوى السياسية في لبنان، لكن تحقيق نتيجة إيجابية صعب، لأن واشنطن لن تغير نظرتها للذين وضعوا على لائحة عقوباتها.